حياكم الله في فقرة الإسعافات الأولية. اليوم فقرتنا راح تكون عن الإسعافات الأولية للحروق. الحروق عندنا نوعين، النوع الأول هو الحروق البسيطة والنوع الثاني الحروق العميقة. الحروق البسيطة تكون سطحية وعلى الجلد، أما الحروق العميقة تكون تحت الجلد وممكن يوصل للحم والعظم. الإسعافات الأولية للحروق البسيطة، أول شيء نتأكد من أمان المكان عشان نحن ما نتعرض لأي إصابة ثانية، وناخذ المصاب ونشوف وين مكان الإصابة عنده، وناخذ ماء بارد، نتجنب الثلج، ناخذ ماء بارد ونخلي الماء يجري على مكان الإصابة أقل شيء لمدة 10 دقائق لحد ما يزول الألم. وبعدين نغطي مكان الإصابة بضمادة طبية عشان ما يستوي أي التهاب. وفي حالة إذا كانت الحروق العميقة نتصل فوراً على الإسعاف. ما تشوفوا إن شاء الله.